سفير الحسين كتبت الولا وسرت بدرب الفدا والإباء. سفير الحسين كتبت الولا وسرت بدرب الفدا والإباء. رسمت بمجدك خط النجاة وأثنى لسعيك رب السماء. رسمت بمجدك خط النجاة وأثنى لسعيك رب السماء. وكنت الملبي نداء الجهاد فديت بنفسك نعم الفداء. ولبى نداءك هاني الشهيد ولبت نداءك إحدى النساء. كنت الملبي نداء الجهاد فديت بنفسك نعم الفداء. ولبى نداءك هاني الشهيد ولبت نداءك إحدى النساء. فنال خلودا بطول الزمان كسبع الضيغم في كربلاء. ونحن نلبي معا صارخين فلبيك قلنا بنفس النداء. فنال خلودا بطول الزمان كسبعين ضيغم في كربلاء. ونحن نلبي معا صارخين فلبيك قلنا بنفس النداء. فأنت السفير وهذه القباء مزار وفيها يجاب الدعاء. وهدت خضوع القصور الطوال لها واضمحلت عوالي البناء. فأنت السفير وهذه القباء مزار وفيها يجاب الدعاء. وهدت خضوع القصور الطوال لها واضمحلت عوالي البناء. أرادوك تفنى وشاء الإله لتبقى أميرا ونالوا الفناء. سفير الحسين سفير الحسين سفير الحسين. لقد فاز من والى عليا وآله. لقد فاز من والى عليا وآله وخذل الذي قد حاد عنهم وخيبا. كواكب للسارين إن غاب كوكب عن الناس منها أظهر الله كوكبا. هم القوم يحكي المسك نشرا حديثهم فلله ذكر ما ألذ وأعذبا.
وقد فرض الرحمن حبهم على جميع البرايا في الكتاب وأوجبا، وما كان إلا بالصلاة عليهم ليقبل فرضا للصلاة ويكتبا. وكان لهم جبريل في الفضل سادسا وهم خمسة من فوقهم مدة العبا، ولاؤهم ديني وبغض عداهم إذا اتخذ الناس دينا ومذهبا. منازل وحي الله، خزان علمه وأسباب من للقرب منه تسببا. وهم فلك نوح قد نجا كل راكب بها، وهوى من غيرها اختار مركبا. أبوهم علي شيد الدين بسيفه، وهدم أركان الضلال وخربا. ببدر وأحد والنظير وخيبر، ويوم به حزب الضلال تحزبا. أذاق المنايا شيبة ثم عتبة، لديها وعمرا والوليد ومرحبا. ويوم حنين قد فرت جموعهم، ويأبى علي أن يفر ويهربا. وكسر أصناما بمكة بعدما علا من رسول الله متنا ومنكبا. وبات بيوم الغار فوق فراشه يقيه المنايا، لم يكن متهيبا. صبور لدى الشدات والهول مقبل، وقد جاوز السيل البطاح إلى الربا. أخ ووصي وابن عم لأحمد، وصهر وصنو حين ينسب المنسبا. ولو وجد المختار فيهم نظيره، لآخاه من بين الصحابة واشتبا. أبا حسن تأبى المكارم والعلا مدى الدهر، إلا أن تكون لها أبا. مدينة علم المصطفى أنت بابها، فما كان إلا منك علم ليطلبا. تقول سلوني قبل ما تفقدونني، أنبئكم ما بالغيوب تحجبا. وفي قل تعالوا كنت نفس محمد، وإن عاند الغاوي بها وتعصبا. وفيك أتت دون البرية، إنما وليكم لم تبق للشك مذهبا. وفي يوم خم قد خصصت برتبة، حباك بها الباري فأوسعك الحبا. فأصبحت أولى من نفوسهم بهم، فأصبحت أولى من نفوسهم بهم. وفي ذاك نفى الريب عمن تريبا، وفي ذاك نفى الريب عمن تريبا. Yeah.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والصلاة والسلام على سيدي ومولاي أمير المؤمنين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، والصلاة والسلام على سيدي ومولاي مسلم العقيل باب الحوائج إلى الله. أحبتي الكرام، مشاهدي قناة كربلاء الفضائية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم وأوقاتكم بكل خير، وحياكم الله معنا من جديد وبرنامج سفير الحسين، ونحن معكم كما عودناكم في كل أسبوع من داخل مسجد الكوفة المعظم ومن جوار مرقد سيدي ومولاي مسلم العقيل باب الحوائج إلى الله. وستكون أمامكم أرقام الهواتف جاهزة للاتصال ولأداء الزيارة والدعاء للجميع. نسأل الباري عز وجل أن يوفقنا لكل خير وأن يثبتنا على ولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهذا أفضل ما يطلب الإنسان وهو الثبات على الولاية، وفيه خير الدنيا وخير الآخرة. مشاهدينا الكرام، أيها الأحبة الكرام، من يتواصل معنا نرجو منه أن يتواصل معنا عبر الهاتف، أن يبتعد عن التلفاز ويكون معنا ويسمع الصوت منا عبر الهاتف. أول اتصال الأخ أبو عباس من آمر، لسلام عليكم. أبو عباس تسمعني؟ نعم نعم. يا سفير الحسين، يا سفير الحسين، سلام عليكم يا سفير الحسين. يا سفير الحسين، يا سفير الحسين، سلام على مسلم العقيل، سلام على حانم بن عروة، سلام على مختار الثقيف، سلام على طوعة، سلام على بيت المسمار، سلام على مدفون بالمدينة المنصور المعيد أبو القاسم المصطفى أبو الزهرائي محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السلام على الإمام المتقين الإمام علي عليه السلام، سلام على مولد القانين ونور العينين وإمام الثقلين الإمام الحسين عليه السلام، وأخي أبو فضل عباس عليه السلام، وأخي زين الكبرى عليه السلام. السلام على الإمام الكرميين، السلام على الإمام العسكريين، السلام على أئمة البقيع، السلام عليك يا خليفة الله وخليفة الآباء المهديين، السلام عليك يا حافظ أسرار رب العالمين، السلام عليك يا وصي أوصياء الماضين الإمام المهدي عجل تعالى فرجه الشريف. أخي علي في جسمانة، الله يتقبل أعمالكم، يحفظكم، يخلي حوائجكم إن شاء الله. حياكم الله. عباس، أبو عباس. نعم، أبو عباس، أم عباس، الله يتقبل أعمالكم. قال بيت طهري من دس ولا استحش على درجات، فإذا مالك في مجلس أرفع أصواتكم صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. وآل محمد. تقبل الله أعمالكم أبو عباس، الله يخلي حوائجكم في الدنيا والآخرة. أشكرك. الله يحييكم يحفظكم، إن شاء الله دوم متواصلين ويانا. الله يسلمكم ويحفظكم، ودعانا لجميع الأخوة والأخوات المحبين والمشاهدي قناة كربلاء الفضائية، وهذه الأيام مباركة إن شاء الله، ونحن في هذا المكان المبارك ندعو للجميع بالخير والبركة والدعاء. وكما عودناكم إن شاء الله في ختام الحلقة نؤدي الزيارة والدعاء والصلوات إن شاء الله بالنيابة عنكم. نعم، الأخوة وجدان، سلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا سفير الحسين. يا سفير الحسين، يا سفير الحسين، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا سفير الحسين، السلام على مسلم عقيدة أبو حميدة باب الحوائج، السلام على مسلم التمار، السلام على هاني بن عروة، السلام على حسين الشهيد المظلوم، السلام على المختار الثقفي، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل وليك الفرج، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى بفضل عباس عمر بن هاشم عن حوراء زينب بطلة كربلاء. يا وجيهن عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيهن عند الله اشفع لنا عند الله. ممكن تسجل اسمانه؟ الله يتقبل اعمالكم، بلي ان شاء الله. نعم، سجل اسم محمود بالشفاء، كلش تعبان، ادعي له المسلم بن عقيل، الله يشافيه ويعافيه ان شاء الله بحق محمد وعلي محمد. جنان، جنان بالشفاء، ام علي، ام طيبه، ام حسنين، واحمد وعائلته، ايمان، الله يشافي مرضاكم، يرحم مواتاكم، الله يشافي مرضاكم، يخلي حوائجكم، اخوة وجدان، الله يحفظكم، بركة الصلاة على محمد وآل محمد، وبشفاعة سيدي ومولاي مسلم العقيل. أم إحسان من بابل، سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا سفير الحسين. السلام عليك يا سفير الحسين، السلام عليك يا مسلم العقيل. سلام الله عليك. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وآل محمد. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا مسلم بن عقيل، السلام عليك يا أبو حميدة، السلام عليك يا أول شهيد في معركة الطف، السلام على سيد مولاي هاني بن عروة، السلام على ميسم التمار، السلام على المختار الثقفي، السلام على علي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين،
اللهم صل على محمد وآل محمد. الله يتقبل أعمالكم، يقضي حوائجكم أحسن. وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام على أولاد السلام عليكم اجمعين. السلام على سيده مولاه ام البنين. سلام. اللهم ربنا في هذا الشهر المبارك ان شاء الله شافي امين شافي مرضاكم ان شاء الله. عندنا مصدر ما بوجهك، عندنا ابو حسان بالشفاء تعبان، ام على ام علاء بالشفاء رحم الله والديك. الله يمن عليهم الشفاء والعافيه. الله يحفظكم، بركة دعواتكم، الله يسلمكم، يحفظكم أم حسان، الله يسلمكم، إن شاء الله تواصلون ويانا دوم، الله يمن عليهم بالشفاء العاجل، يقضي حوائجكم للدنيا والآخرة. مشكور، رحم الله والديك. أم شوقي من كربلاء، سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا سفير السلام الحسين. السلام عليك يا سفير الحسين، السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا سفير الحسين. السلام عليك يا مسلم من عقيل، السلام عليك يا سيدي يا مولاي، السلام عليك وعلى أمير المؤمنين، السلام عليك وعلى الحسن والحسين، السلام عليك يا سيدي يا مولاي، شاف وعافي كل مريض. آمين. وطك الجميع المحتاج. شافي مرضاكم، حق محمد وآل محمد، محمد وآل محمد. ومرضاكم إن شاء الله. آمين. ويشافيكم ويعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله. السلام عليك وعلى هاني بن عروة، السلام عليك وعلى ميثم السمار، السلام عليك وعلى المختار الثقفي، سلام الله السلام عليك وعلى بنتك حميدة، السلام عليك يا سيدي يا مولاي. اعطينا الصحة والعافية بحق محمد وآل محمد وكل احنا مرضى. اريدك تدعي لنا، مو تنسانا بالدعوان، ما ناسيكم بالدعاء. اي والله خادم ربك بعد قلبي، ازور اصالة عني وعن والدي ووالد والدي. نهاية البرنامج نزور بالنيابة عنكم، ندعي لكم الخير والبركة ان شاء الله. عن السيد عبد السلطان وجيه والحشيد والقوات الامنية والشهداء. امين. اي والله لجميع، واهديها لزوجي ولاولادي والبناتي ولخواتي ولجميع المرضى، واهديها لكم ولحضرتكم جميعا ان شاء الله. اي والله ان شاء الله. وعندي اسماء اريدك تسجلهم. سيد خضير بالشفاء، وام علاء وام ستار وام نوال وام جاسم، يعطيك الصحه والعافيه. اريدك اي والله تسجلهم دول كلهم مرضى جميعا جميعا. يعطيك الصحه والعافيه وان شاء الله ما انساكم ولا تنسوا. الله يسلمكم بالدعاء. حياكم الله يسلمك، رحم الله والديك. شكرا جزيلا. شكرا في امان الله. الله يحفظكم. الله يسلمكم، رحم الله والديك. والديكم الله يحفظكم ويسلمكم، الله يقضي حوائجكم. الاخت ايه من الدجيل، سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليك يا سفير الحسين. السلام عليك يا سفير الحسين، السلام عليك يا مسلم ابن عقيل، السلام على سيدي ومولاي باب الحوائج، السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام، السلام عليك سيدي يا مولاي يا باب الحوائج، السلام على غريب الكوفة، السلام على ناصر الحسين، السلام على باب الحوائج مسلم بن عقيل، السلام على أول شهيد في معركة الطب، السلام على مسلم بن عقيل، السلام على ميثم التمار، السلام على هاني بن عروة، السلام على المختار الثقفي، السلام على أبا حميدة، السلام عليك وعلى ولديك أحمد وإبراهيم. سيدي يا مولاي يا سيدي يا مولاي يا مسلم بن عقيل يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام على أبي الفضل العباس، السلام على فخر المخدرات العقيلة زينب عليه السلام. اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبحق السبن والسودع فيها. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم شافي وعافي كل مريض، اللهم اقضي حاجة كل محتاج. إن شاء الله الله يرزقنا زيارتهم في الدنيا وشفاء
طاعتهم في الآخرة. آمين. أستاذ علي نسألك الدعاء وزيارة صلاة ركعتين يعني، وأريد تكتب اسم الطفل عبد الله للشفاء من مرض السكر، والطفل عباس ابن كاظم، والطفل حسن ابن محمد، والطفل زينب بنت حمزة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو علي من البصرة، سلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليك يا سفير الحسين. السلام عليك يا سفير حسين. السلام عليك يا مسلم بن عقيل. السلام عليك وعلى الحسين وعلي بن حسين وعلى الحسين واصحاب الحسين. سلام الله. السلام عليك يا سيدي يا مولاي. السلام عليك وعلى فضل العباس. السلام عليك وعلى عن بن عروة مثل التمار. السلام عليك يا أبا حميدة. السلام عليك يا سيدي يا مولاي. جاء الحسين جاء حميد عليك، باقي العباس عليك، باقي من اللي جاء يا مسلم بن عقيل. عايش يمك يا سفير الحسين، عايش يمك أريد الشفاء منك إن شاء الله. إن شاء الله النبي محمد عليك مقضية إن شاء الله. جاء عمك علي بن أبي طالب عليك، قسم عليك الله يحفظكم. اي والله الشفاء العاجل ان شاء الله يا الله. شافينا وشافي كل مريض بعد النبي محمد عليه. شافي كل مريض. اي والله شافي مرضاك. اي والله شافينا وشافي كل مريض. اي والله احم الله والديك سجينا سامي. بلي اسجل. احم الله والديك سجينا معادل بالشفاء وكامل بالذريه وسعاد وزينب ونوره وعلاه وكرر وانتصار وبعلي كاظم. الله يخلي حوائجكم ان شاء الله. والله والديك مشكور. الله والديك. الله وعاتكم. الله والديك. الله والديك. الله لا يرزقكم من شفاعه امير المؤمنين وشفاعه مسلم بن عقيل صلوات الله وسلامه عليهم. ام ميثم من الناصريه، سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليك يا سفير الحسين. السلام عليك يا سفير الحسين. السلام عليك يا مسلم بن عقيل. السلام عليك يا ابو حميده. السلام عليك يا سيدي يا مولاي. السلام عليك يا باب الحوائج. السلام عليك وعلى أهل بيتكم الطيبين الطاهرين. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة موضع رسالة. اللهم عجل وليك الفرج. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي بحق مسلم العقيل إن شاء الله يشافي جميع المرضى. آمين. يشافي والله بحق. يقضي حوائجكم. الله والديك رحم الله والديك. إن شاء الله يقضى حاجة كل محتاج وإحنا منهم. الله يوفقكم يا إما. بشفاعة سفير الحسين. بشفاعة مسلم العقيل إن شاء الله. مقضي حوائجكم. أي والله إن شاء الله كل من دخل مسجد الكوفة. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك على الحسن والحسين. اللهم شافي وعافي كل مريض ان شاء الله. يشافي مرضاكم ويقضى حوائجكم انت والكادر. يوم الله يوفقكم ان شاء الله ويحفظكم ويسلمكم. بركه دعواتكم. يعطيك العافيه. سجل اسمان. الله يوفقك يما ابو ميثم وولدي مامل وولدها. الله يحفظكم ان شاء الله ويقضى حوائجكم. ازور نيابه عن جميع المؤمنين والمؤمنات الاحياء والاموات. والدي والد والدي جزاكم الله خير الجزاء على خدمتكم بحق محمد وال محمد ان شاء الله. ابدا ابدا جزاكم الله خير الجزاء. في امان الله وحفظه. في امان الله وحفظه. محروسين بالله. الله يطول اعماركم بعافيه. يقضي حوائجكم ويشافي مرضاكم ببركه وشفاعه سيدي ومولاي مسلم العقيل. ان شاء الله جميع الحوائج مقضيه والشفاء العاجل لجميع المرضى. شيعة امير المؤمنين والدعاء للجميع. وهذه النفس الطيبة وهذه النفوس الطيبة التي تدعو للجميع بالشفاء. ولا تنسى الآخرين إن شاء الله بركة هذه الدعوات تصل إلى جميع من يطلب في هذه الليلة طلب من سيدي ومولاي مسلم العقيل ويطلب الشفاء بشفاعته عند الله سبحانه وتعالى. نتواصل وياكم مشاهدينا الكرام. وعندنا اتصال. أم عماد سلام عليكم. ألو أم عماد تسمعيني؟ ألو ألو سلام عليكم أم عماد نسمعكم. أم عماد ويانا على الجو. أم عماد تسمعيني؟ ألو إخوان أمن الصوت. الله يحفظكم. أم علي. أم علي. ألو أم علي ويا أم علي أو أم عماد؟ أم عماد. أم عماد من بغداد. أم عماد سلام عليكم. السلام عليك يا سفير الحسين. السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلي محمد. الله يتقبل أعمالكم. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا سفير الحسين. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا مسلم ابن عقيل.
السلام عليك يا من فديت روحك الغالية في سبيل ابن عمك الحسين. سلام الله عليك يا سيدي يا مولاي وعلى جدك محمد المصطفى سيد المرسلين وخاتم الأنبياء. السلام عليك وعلى عمك علي المرتضى سيد الأوصياء. السلام عليك وعلى عمتك فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. السلام عليكما يا معدن الرسالة ومهبط الوحي، طبتم مطابة الأرض الذي فيها اندفنتم. يا الله وأبرأ إلى الله وإليكم من أعدائكم من الأولين والآخرين. يما تسمعني عندي مناشدة خلال اسمعك يا عماد، الله يتقبل اعمالكم يقضي حوائجكم ان شاء الله. سامين وغانمين احنا المقعدين والله، يعني هسه انا شو اقول لك، صار لي بال 25 سنه ما زايره مسلم ابن عقيل سلام الله عليه، وهسه يعني من اباوع للحضره ما اتمنى اكون يوم من الايام انا بالحضره. الله يرزقكم كلها. يعني امير المؤمنين صار سنتين تقريب سنه ونص ما زايره كربلاء وكذلك، واحنا نحب الائمه ومقعدين احنا محرومين تعرف، يعني كل من يسمع صوتي أبدأ ناشدكم مناشدة بسيطة، أناشد كل من مسؤول على العتبات المقدسة. أنا يعتبرون لأمهم وقاعدة أنخاهم نخوة، وهم أهل النخوة العراقيين ما يقصرون حشاهم من التقصير. تسمعني يما؟ أسمعش عماد. أي. وصل صوتك. أريد الشارع. من عندهم يعني خدمات يسوونا إحنا المقعدين خاصة، كل معقدين، كل المقعدين، مو بس أنا قاعدة أحكي نيابة عنهم. بلي بلي بلي. أنا رحت الأمير المؤمنين قبل سنة ونص. العفو ما أقدر أحكي هاي الكلمة. بلي واضح واضح. واضح. الله يحفظكم يسلمكم، واضح. مطلبكم واضح ومطلبكم يعني حق من حقكم هذا الشيء. رجعت للبيت ما داخل أي بلي واضح مكان. واضح إن شاء الله. إن شاء الله صوتكم وصل جميع الأخوة اللي يديرون العتبات المقدسة ومنها. بلي أسمعك. أستاذ علي. نعم. انطيني مجال. أريد من عندهم يكبرون الحمامات للمقعدين. فدش كم حمام؟ ويخلون بها مساند. صحيح. على مود العربانة تدخل للحمام يكون أكو مكان واسع. صحيح. وبه مسند حتى الزائر يلزم بالمسند. وياه مثل بنتي جنتي أحد تقدر. إذا هو صغير ومن دون مسند وقاعد زحلي. واضح. يعني واضح. ما حد حقكم هذا الشيء. هذا الشيء منطقي ومقبول. ومن حقكم هذا الشيء. أكو المسؤولين يسمعوني. لو إن شاء الله على كلام إن شاء الله سمعوا هذا الكلام. وهذا الأمر يحتاج إذا وقت حتى ينفذونه. لا بل أنتوا حقكم علينا. المباركة. أطلب منهم طلب بسط. طلب أم طالبة من بنها. أنا أرجى زور الأئمة مشتاقة. والله الله يرزقكم إن شاء الله. الله يرزقكم. الله يرزقكم ان شاء الله سهل ويسير. صوتي للمسؤولين الله يوفقكم ويخليكم حتى بلي. بسهوله ان شاء الله بسهوله يا عماد، الله يتقبل اعمالكم ان شاء الله تتوفقون هذا الامر. اشكرك. حياكم الله. توصل امانه هاي توصل يوصل ان شاء الله امانه. مع الله يحفظكم يا عماد، وصل صوتكم ان شاء الله. تعذريني يعني بدي استعجل وياك لان عندنا اتصالات اخرى يعني ناس واقفين على الخط. الله يحفظكم يا عماد، يقضي حوائجكم. وصل صوتكم ان شاء الله. يا الله ان شاء الله قريبا ان شاء الله قريبا. الله يحفظكم يا عماد، في امان الله في امان الله. تحياتي. الله يحييكم، الله يحفظكم ان شاء الله، يسلمكم يحفظكم يقضي حوائجكم. نعم عندنا اتصال. الو. ام علي من بغداد، سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سفير الحسين. السلام عليك يا سفير الحسين. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا حميد. السلام عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك وعلى آل بيت النبوة ومعدن الرسالة. لعن الله من ظلمك يا سيدي يا مولاي، ولعن الله من أرسل إليك الكتب وغدر بك يا سيدي ومولاي. السلام على الشهيد، السلام على المظلوم، السلام على المغدور. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا أول شهيد قبل أن تبدأ حرب الحسين الخالدة. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا أبو حميدة اللي لجعلني من زوارك أنا عاين على مقامك. والله وقلبي ودمعتي تهل قبل ما الله يعطيكم الأجر والثواب. يعطيكم الأجر والثواب أم علي، الله يحفظكم إن شاء الله يرزقكم زيارة يا سيدي يا مولاي. أزور حوائجكم عن سيدي ومولاي. أنا سيدي ومولاي بهاي الزيارة صاحب العصر والزمان. يا الله وعاصمة وأقول له يا سيدي يا مولاي يا صاحب العصر والزمان إيش وقت تصلي في هذا المقام؟
يا الله الشريف الطاهر. اللهم عجل لوليك الفرج. من وراء آل بيت النبوة من وراء أمير المؤمنين وأولاده. الله يفرج عنا جميعا. ويصلون وراء فرج العاجل إن شاء الله. الله يحفظكم أم علي يسلمكم ويطلع حوائجكم للدنيا والآخرة. يقضي حوائجكم ويسلمكم ويشافي مرضاكم. يا الله. ولاد أستاذ علي سجل العلوية أم علي. نعم. بنيتي فاطمة بنت رباب مريضة. الله يعطيك العافية وجنات بنت رباب الله يعطيك العافية. الله يسلمكم. ولي تلزم الشباك فاطمة بنت رباب. والله كل بالنيابة عن الجميع إن شاء الله زيارة إن شاء الله في ختام الحلقة. نعم. الله يحفظكم. الدعاء والزيارة. يا الله. الله يقضي حوائجكم من الدنيا والآخرة. يسلمكم. ميزان أعمالك أنت والكادر. الله يحفظكم يسلمكم. جزاك الله خير. والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجازيكم بالخير. الله يحفظكم. أم عباس من بغداد سلام عليكم. عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليك يا سفير الحسين. السلام عليك يا سفير الحسين. السلام عليك يا مسلم بن عقيل. السلام عليك أيها العبد الصالح مطيع لله ورسوله ولأمير المؤمنين بالحسن والحسين فاطمة الزهراء عليهم السلام أجمعين. سيد مولاي السلام عليك وعليك يا غريب الكوفة على ابن عمك الحسين وعلى عمك يا باب الحوائج. الله يحفظ حوائجكم إن شاء الله يحفظكم. يا العباس عليك لا تخلي يا سيدي إذا ما قد الدنيا وكذا رم الروح لا بلي الحوائج باب ممسوح أولهم سفير حسين مسلم مسكن بن عقيل ثانيهم النظام القطيع الكبير ثالثهم مسلم موسى بن جعفر من الله لجل السرين. الله يحفظكم يا عباس يقضي حوائجكم للدنيا والآخرة ويشافي مرضاكم يسلمكم. الله يشافيكم يشافي كل مريض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه الدموع. السلام على سيد مولاي ميثم السماء والسلام على خديجة من سمير المؤمنين والسلام عليك سيد مولاي يا أبو إسحاق المختار الثقفي يا مفرح قلوب الهاشميات وماخذ ثار الهزيمة. السلام عليكم اجمعين. الله يرزقكم شفاعة محمد وعلى محمد. وياخذ ثار جد الحسين اللهم كل ولي كل حجة جد العسل. يا الله. صلواتك عليه وعلى الله في هذا الساعة وفي كل ساعة. وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا. حتى تسكنها الوسط وتمتع فيها طويلا. سيدي مولاي يعني مريضة وتجد بحالي. الله يشافيكم. وأنا ما يعطيكم الصحة والعافية. يما علي دعيلي. الله يسلمكم يشافيكم يحفظكم. وسجل اسم العباس وعائلتي. يما فدوى قليلك ولو ما تجعلون علي. الله يسلمكم. ترى فدوى قليلك ما مقصرين يحفظ الكادر. الله يحفظكم. يحفظ منا الخدمة. شكرا لكم. إن شاء الله لا يحرمكم من هاي الخدمة. الله لا يحرمكم ويخليهم ميدان حسنات. يجيكم شفاعة محمد وعلى محمد. دائما السفن وما حصل بس القهر. بين وبين نفسي. الله يسلمكم ويحفظكم ويرعاكم. أقول القليل خالة أحسن يعني أحسن من الحرمان شوية. الله يسلمكم. الله لا يحرمكم إن شاء الله الدنيا والآخرة. الله يوفقكم الله. بقية حوائجكم إن شاء الله ندعي لكم بالخير. الله يسلمكم. إن شاء الله قريبا إن شاء الله قريبا ندعي لكم بالخير. مع السلامة. في أمان الله. في أمان الله. عباس الله يحفظكم يحفظ أولادكم يقضي حوائجكم الدنيا والآخرة. أم علي من الكوت السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سفير الحسين. السلام عليك يا سفير الحسين. السلام عليك يا أبا حميد. السلام عليك وعلى هاني بن عروة. السلام عليك وعلى ميثم التمار. السلام عليك وعلى المختار الثقفي. السلام عليك وعلى الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أخيه أبي الفضل العباس وعلى الحوراء زينب. السلام على آل بيت الرسول جميعا. أخوي أطلب منك حاجة. أنا صاحبة حاجة إن شاء الله بإذن الله وبصاحب هذا المقام الطاهر الشريف. سلام الله عليه. أقضي... أي والله سلام الله عليه أول شهيد بمعركة الضف. أريد من عندك أن بالشباس تدعي لي طلب حاجة ملحة لنجاح بنتي نبأ. يعني صيحة بالاسم وتطلب حاجة وصلي لركعتين قضاء حاجة. يا سيدي يا مولاي مسلم العقيل
ان شاء الله شفاعته يعني عند الله أنا هاي يقضي حوائجك ان شاء الله. اي والله اتصل على يجيني يم حاجتي يم مسلم بن يلا ان شاء الله صوتكم وصل يا اختي صوتكم واصل ان شاء الله بركة محمد وآل محمد الله يقضي حوائجكم ان شاء الله الله يسلمكم ويحفظكم انتم تندعون احنا ندعي وياكم ان شاء الله يقضي حوائجكم ان شاء الله للجميع. ان شاء الله الله يسلمكم الله. يحفظكم ام علي الله يسلمكم الله في امان الله السلام ورحمه الله في امان وبركاته. الله الاخت شيماء من بغداد سلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليك يا سفير الحسين يا سفير الحسين. السلام عليك يا ابا حميده. السلام عليك يا مسلم ابن عقيل. السلام عليك يا ابن عم يا ابن امير المؤمنين. السلام عليك يا ابن عم الإمام الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. أزور نيابة عن صاحب الزمان يا عن الأهل والأصدقاء جميعا. السلام عليك يا أبا حميدة. السلام عليك يا ميثم التمار. السلام عليك يا هاني بن عروة. السلام عليك يا سلام الله عليهم أجمعين. أخذ شيماء الصوت انقطع. ممكن ركعتين تصلي لنا ان شاء الله بالنيابه عن الجميع ان شاء الله ندعيكم بالخير. المرحوم السيد خضير المرحوم الطفل العلوي زينب للشفاء ام منتصر ام سيف والحاج ام لؤي والحاج ام حسين وسجل اسماء السيد عباس وعائلته السيد لؤي وعائلته السيد قصي وعائلته والمرحوم جاسم جميع الله يحيي حوائجكم عن الجميع. اللهم صل على محمد وآل محمد. حوائجكم مخضية إن شاء الله. نزور النيابة عنكم وندعي لكم إن شاء الله. أم سجاد من الديارة سلام عليكم. السلام عليك يا سفير الحسين. السلام عليك يا أبو حميدة. السلام عليك وعلى عمك علي المرتضى. السلام عليك وعلى الحسن والحسين. السلام عليك وعلى هاني بن عروة. السلام عليك وعلى مختار الثقفي. السلام عليك وعلى ميثم التمار. السلام عليك وعلى خديجة أخت العباس. عيني خالد دعينا بالعافية والصحة. يا الله يا الله عندي ولاد بالامتحانات ان شاء الله تسهل عليهم الله يسهل عليهم محمد نجاح ان شاء الله باساميهم علي وحسن وفاطمه اين انت خاله الله يسلمكم لي بالعافيه لي ولولاداتي وجيراني صحه وعافيه لاصدقائي يعطيكم العافيه خاله يسهل اموركم ان شاء الله يسهل اموركم ان شاء الله خالة بركه دعيلي محمد تراني مريضه والله اريد الشفاء ابو حميده ابو حميده ان شاء الله يسمع صوتك جاهيتم حميده سلام الله عليك عند عند المسلم الجاهل اللي باب الحوائج قرب باب الحوائج ان شاء الله حوائجكم ماخذين جميعا سلام على طاعه هنيئا لها الطاعه هنيئا لها اكون الله خالقنا وياهم عيني خاله الله يحفظكم يسلمكم سجاد الله ان شاء الله ما ناسيكم ان شاء الله يرحم والديك عيني الله يخليكم الله يحفظكم يحفظكم ويرعاكم يسلمكم عيني يقضي حوائجكم سجاد حياكم ان شاء الله في امان الله في امان الله للحج ابو سجاد مريض عيني يا الله يا الله الله يشافيه بحق مسلم العقيل يعافيه خاله يستر عليكم بحق مسلم العقيل ان شاء الله الشفاء العاجل له ان شاء الله ان شاء الله الاخوات اللي جايين عنده يا الله يا الله في امان الله في امان الله الله وياك خاله الله وياك أم عباس من واصل السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليك يا سفير الحسين. السلام عليك يا سفير الحسين. السلام عليك يا مسلم بن عقيل. إلهي بحق عظمة مسلم بن عقيل مشي عليك نحر الحسين. اقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين. اقضي حوائجكم إن شاء الله. اللهم آمين بحق مسلم بن عقيل. أخي الكريم دعاء الغريب للغريب مستجاب. ادعينا. الله يحفظكم نعم ان شاء الله ان شاء الله ما ناسيكم ممكن تكتب الاسماء نعم نسمع اسراء للقسمه نعم ايه ومرتضى للنجاح نعم احمد للشراء بيت عباس مريم نعم زينه للدريه يا الله الله يقضي حوائجكم اللهم امين يا رب العالمين امين ان شاء الله حوائجكم مقضيه شكرا جزيلا الله يرضى حوائجكم الله يرضى حوائجكم كل من عنده حاجه اللي ما عنده ذريه
اللي عنده امتحانات هذه فترة امتحانات أولادنا بناتنا لعزة الأحبة إن شاء الله نجاح للجميع الله يحفظكم شافي مرضاكم ونفتح حوائجكم جميعا الله يسلمكم بحق الحسين شكرا جزيلا الله يسلمكم خدمتكم الله يحفظكم في أمان الله في أمان الله الأخ حمزة من كربلاء سلام عليكم إن شاء الله هذا آخر اتصال السلام عليك يا سفير الحسين السلام عليك يا سفير الحسين السلام عليك يا سفير الحسين السلام عليك يا مسلم بن عقيل السلام عليك يا هاني بن عروة السلام عليك يا ميثم التمار السلام عليك يا مختار الخفي السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أبو الفضل عباس خمر عشيرة وعلى سيدة زينب الحوراء من المصائب اللهم شافي وعافي كل مريض يا الله واقضي حاجة كل محتاج يا الله يا الله يا اللهم الله. ارزقنا زيارته في الدنيا وشفاعة في الآخرة آمين يا رب العالمين آمين يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. الله اللهم عجل لوليك الفرج يا الله اللهم عجل لوليك الفرج على ولاية علي بن أبي طالب أمير المؤمنين هذا أحسن دعاء يا الله أفضل دعاء محتاج ممكن تسجلها إكرام كوثر زهراء عباس حسين أم منهل وأبو منهل وأم حسن وأبو حسن شكرا ساد اللهم يقضي حوائجكم ويشافي مرضاكم ويشافي مرضاكم ويقضي حوائجكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يقضي حوائج الجميع اللي تواصلوا ويانا واللي شاهدونا عبر شاشة قناة كربلاء الفضائية شيعة أمير المؤمنين الله يقضي حوائجهم جميعا شافي مرضاهم إن شاء الله ببركة سيدي ومولاي مسلم العقيل الحوائج مقضية والزيارة عن بعد هذه معلومة نقولها للجميع إن شاء الله يعرفونها ناس وأكو ناس قد قلوبهم يعني حرة للزيارة ولأداء الزيارة عن قرب ولكن أيضا اللي ما يتمكن إن شاء الله زيارته مقبولة من بعد اللي يقول السلام عليك يا سفير الحسين إن شاء الله سفير الحسين مسلم بن عقيل يسمع هذا الصوت وإن شاء الله هو شفيعنا عند الله سبحانه وتعالى لقضاء الحوائج وشفاء المرضى الأخوة والأخوات أحب جميعا نأدي الزيارة زيارة سيدي مولاي مسلم العقيل نيابة عن من كان حاضر ويانا صوتا في هذه الحلقة ومن كل من شاهدنا وشيعة أمير المؤمنين وبالنيابة عن من أناب عنهم الأخوة والأخوات المتصلين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته على روحك وبدنك أشهد أنك مضيت على ما مضى عليه البدريون المجاهدون في سبيل الله المبالغون في جهاد أعدائه ونصرة أوليائه فجزاك الله أفضل الجزاء وأكثر الجزاء وأوفر جزاء أحد ممن وفى ببيعته واستجاب له دعوته وأطاع ولاة أمره أشهد أنك قد بالغت في النصيحة وأعطيت غاية المجهود حتى بعثك الله في الشهداء وجعل روحك مع أرواح السعداء وأعطاك من جنانه أفسحها منزلا وأفضلها غرفا ورفع ذكرك في العليين وحشرك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أشهد أنك لم تهن ولم تنكل وأنك قد مضيت على بصيرة من أمرك مقتديا بالصالحين ومتبعا للنبيين فجمع الله بيننا وبينك وبين رسوله وأوليائه في منازل المخبتين
فإنه أرحم الراحمين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً، حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلاً، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبتي الكرام، مشاهدي قناة كربلاء الفضائية أينما كنتم، نلتقيكم على خير إن شاء الله في الأسابيع القادمة وحلقات جديدة من برنامج سفير الحسين من داخل مسجد الكوفة المعظم. الدعاء لكم بالخير والبركة، قضاء الحوائج، شفاء المرضى، وإن شاء الله الدوام في خدمة سيدي ومولاي أمير المؤمنين وسيدي ومولاي مسلم بن عقيل، خدمة محمد وآل محمد، والثبات على ولاية محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل في مكتب النجف الأشرف. لا ننسى أن نتقدم بالشكر إلى الأخوة والأحبة في مسجد الكوفة المعظم من ساعدونا في تقديم هذه الحلقة، وإن شاء الله الله المستعان في تقديم الحلقات القادمة. نترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونراك ضوءا فيك تتحل.